يسعد صباحكم. وصفه سريعه وبسيطه للتخلص من قشره الراس بالذات في فصل الشتاء. ملعقه من الخل او ملعقه من الليمون مع ملعقه من الزيت، ونضاعف الكميه بكميات متساويه، نخلطهم مع بعض بشكل سريع، نحطهم على فروه الراس ونقعد في الشمس نص ساعه، وبعد هيك نغسلهم لمده 3 مرات بالاسبوع. باذن الله خلال اسبوعين نكون قضينا تماما على قشره الشعر طالما هي ليست قشره مرضيه.